ايوه بنوقف معك. ايوه تمام. اول شيء نسوي الكيو نعطي ممكن كذي بالطريقة هذه. هو ليش هو زاد الديفيجن؟ لانه الباند لازم يصير فيه ديفيجن شويه. ايوه اي لازم ضروري صح عشان يمشي معاك. يعني 2 4 6 مثلا كذي. بس اللي بسوي لهم طبعا شو اسمه هي تقدر ترفع مثلا واحد من هني، يعني 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 يعني نقدر. كومباين ممكن شذي. طبعا الدائرة اللي هي ممكن ناخذ فيرتكس اعتقد اذا قلنا لك اكسترود ناخذ مع اللي تحت يعني ممكن الطريقة هذه. بعدين تعدل الدوائر. اوكي. اي. وحتى اذا بغيت تسكرهم ممكن. اي. اي الحين نسكرهم. في طبعا امر يسوي لك بريدج اعتقد. موجود ولا مرة اي بريد صح؟ اهم عندي اهم عداء عندي ايه هذه اول وحده ابندد تو كولكت. لا مو ابند لا لا بريدج في شيء اسمه بريدج هي زمان اي بريدج بس على طول في اديت مش في اديت مش ايوه اديت مش ايوه كونتاكت فوق اتوقع لا بريدج هذه بريدج اي لازم اوكي والله صدق ولا مره استعملتها انا. اوه هذا المايل قديم ياسر اهم ما حدا عندي هذا لا والتنعيم اي يعني احنا ممكن بعد نزيد لها شويه سب ديفيجن يا سلام الشغل الاول ها؟ ايه ذكرتونا والله بالموديلينج. يعني نقدر نلغي هذه ناخذ هذه.
عموما كلهم سوي له دمج كومبين اي نس ونوقفه كذي 90 ايوه طبعا وايد مرتفع نقدر يعني بس عشان نضبط الشغلة بس بعدين ناخذ الديفورم اوكي تحت ننزل ايوه بند اوكي بس نلفه كذي نشوف هني انه 90 اعتقد يبي له بعد خلينا نجرب اول شيء نشوف بالبند اوكي بس هذا سوي له دوبليكيت يعني بس علشان اذا ترجع حق الاصلي تقدر هذا خلاص هني تقول له شنو ديفورم ليتس تاخذ هذا اللي تحت سكيل داون السلام بس اي هذا هو خوش حكي طبعا سلندر هذا الحواف سلندر سلندر تلف عليه وخلاص فهمت عليك حلو خوش كلام يعني هذا بعد يمكن انا هني شايلهم هذيله بيبل اي شايلهم بس انا كنت مسوي بفل فمو مبين يعني شكل من الاشكال يصير هم احلى بعد شوي بس نظافه مضبوط ايه وتحت وش سويت القاعده ما حطيت بس انت تقدر تسوي سلندر سلندر عادي عادي سلندر نفس السلندر بعد ما في شيء يعني أنا مو مبين تحت أصلاً أنا ما حطيت أصلاً طالما شيء مو مبين إيه وبعدين خسارة الرندر على الفاضي إيه الحين قلنا نحسب حسابات هكذا الرندر حلو حلو ممتاز أنا جلست فترة طويلة في هذا مع أن شفتها السهولة اللي سويتها أنت أنا ذاك اليوم مودي مو بلين هنا جلست ما أدري كم ساعة بعدين سويتها الحين برجع قال يسوي عشان اعدل الاضاءه لان مهم جدا الموديل يكون نظيف يعني شيء شوي اي ضروري ضروري الموديل يصير صح يعني هذا هو 200 خوش خوش زين يا ابو نواف هاي شويه ما عليك امر لا لا زين انا عندي مشكله في اليوفي انا اليوفي ما ادري كيف اتعير على البرنامج عشان احصل على اليوفي حلو أي. الحين ابوك تعمل لي نفس هذه القطعه شفتها بس قطعه واحده يعني وضع هذول الجماعي اللي سويتهم انت اوكي تمام تقدر تطلع لي اليوفي مال هذا اليوفي انا تدري ايش سويت سويت اول وحده وسويت اليو في بعدين كررتهم بس الحين ما ادري خلينا نشوف يمكن مضبوط حق الكل لا صح اللي سويته صح لا مو مضبوط يعني اي انا سويت وحده وكررتها حق الكل يعني قبل لا اوصل لهني شوف هذه فهمت عليك قبل لا تدمج هني اي هذه سويت وحده يعني شوف اسوي لها يو في مثلا خلينا نفتحهم نقول سبريت
الحين هذه شوف اليو في مالها يعني مو مضبوط، ليش مو مضبوط؟ فنقدر نقول الحين مثلا احنا الحين نبي اليو في من وين؟ نبي من الجهه هذه اللي هي الواي. طبعا لان الواي غلط، اذا نسوي له ريسيت يعطينا الصح. اوكي ما زال واي في شيء غلط ما ادري. المهم نقول له من الواي نبي. فالحين طبعا الاداه السحريه اللي هي الشيفت، هذه الشيفت الصراحه فيها شغلات جباره. شيفت ورايت كليك نقول مابينج بلانر ماب واي. شوف ورنا يا هني سيده هني الحين نقول له عطنا يا نورمالايز. نرجع الحين على الاوبجكت مود، هذا هو الحين مثلا نحط عليه، خلينا نحط عليه تكستشر. اه فهمت عليك. اوكي الحين يبين تكستشر صح عليه يعني. فايل وين هذا؟ اعتقد هذا هو. اوكي نضغط ستة. اي شوف واي خدا من فوق طبعا غلط. ها مع ان هني مبين عندنا واي، الحين صار تغير. شوف تغير زد. انا اقول لان صفرته ما ادري ليش اعطاني اياه، اعطاني البروجكشن من فوق لتحت. انا ابي من هني الاتجاه هذا، فارجع نفس الطرف. اي شيفت ورايت كليك واقول له مابينج، اقول له من الزد. شوف اعطاني الحين، خلينا نفتح اليو في نشوفه. هذا اليو في، نلاحظ الحين البروجكشن. خلينا نخفف شوي هذه عشان يبين. شوف البروجكشن على كل المجسم، فاحنا ما نبي على الكل. نضغط رايت كليك يو في. اوكي نصغر. نصغر شوي كذي. اوكي الحين صار عندنا هذا الخشب زين. الحين اذا بغيت في اليوفي هذا بغيت مثلا تفصل الامام عن الطرف مثل ما يسوونه في لما يطلعوا لك اللي اوت، كل واحد مفصول ويقعد يلون في مكان معين مثلا. انا اقول لك شوف انت الحين مثلا عندك الحين سوينا اللي مني، تبي تسوي هذا هني شكله غير، تبي تسوي مثل الخشب اللي مقصص كذي او الخشب شكلها غير بالفعل مني شكلها غير. فناخذ هذيله، تاخذ الفيسز هذيل تختار حد. اي شوف مثلا اخذ الفيسز هذيله اللي قدام مع كانسل هذيل. الحين خذيت بس هذيل اللي قدام. شوف هني لو تدورهم راح تشوفهم شنو وين صايرين هني. شوفهم سيده ما تقدر تحط عليهم اي تكستشر، هذيل ما تقدر تحط عليهم اي تكستشر. فالحين انت طالما اخذتهم اشرت على الفيسز، شوف هني شنو عندك باتجاه البروجكشن اكس. تقول له سوي لي بلان. الحين ندوس نفس الشيء شيفت ورايت كليك مابينج. وين المابينج؟ مابينج قلنا اكس، مابينج ماب اكس. شوف شلون سوى البروجكشن، سوى لي اياه، حط لي اياه هني. الحين شو اسوي هني؟ نفس الطريقه اقول له يوفي عشان اشر عليه كله، ما اقدر اشر كذي، راح اشر مع هذيل. فش اسوي؟ اضغط على يو في وحده، كنترول ورايت كليك اقول له تو شيل، كنترول ورايت كليك اقول له تو شيل، راح ياشر لي بس على هذيله. هني اقدر اصغر. اوكي واحطه مثلا اذا عندي هني انا شكل اللي هو الخشب على الجنب،
اقدر احطها خلاص صار بروجكشن بروحه اقدر احطها. واذا بغيت تفصله يعني تخليهم كذا كل واحد بروحه وتجي انت تعرف ان هذا مثلا من الاطراف اللي الاثنين جنب بعض واللي مواجهين جنب بعض اللي هم السنتر اثنين جنب بعض والتوب والداون جنب بعض يعني مفصولين بس تبغى تلون هنا غير وهنا غير كذا بهالطريقه. اي يعني الحين هذا لازم توديه انت على الفوتوشوب مثلا تبي هني لون ثاني قصدك كذي توديه على الفوتوشوب قصدك كذي يعني عندك رسمه انت مثلا لو عندي رسمه الحين على الجنب مثلا كان حطيت اياها يعني الحين تاخذ مثلا في هذا في الفوتوشوب وتروح اي وتخفي الواير فريم هذا وبعدين ترجع كذاك اشتغل عادي بالضبط اي اي هذا اللي حصل يعني الحين اذا قلنا له بولجن يو في سناب شوت اوكي نشوف وين بنحطه مثلا حنحط تعرف الحركه هذه ايه اي ابلاي اسم اي اف اف اوكي نقول له اوكي هسه نروح على الفوتوشوب هذا الاصدار الجديد ها الفوتوشوب لا الواجهة غير. هذا القديم اتوقع ما ادري اي فيرجن about ماكو about what's new ما ادري نقول له open الديسكتوب ايه 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 ايوه هذا هو اوكي شوف انا صغير انا مسوي صغير على حسب تبغى تضيف مثلا انا 1000 على 1500 ايوه هو لازم تزيد لازم تزيدها ما ادري ليش جاب لي بس هذه المفروض يجيب لي اياهم كلهم لان انا مأشر عليه اوكي اوكي الحين نقول له UV map نزيده نخلي 2000 نقول له ونواف الـ IFF مايا والـ TFF هذول نفس الصيغ الـ IFF مايا اوه فرق كبير بينهم الـ IFF ما في 16 بت الا تختار له اي اف اف 16 بت الوانه مو اوكي يعني التي اي اف الوانه قويه في داتا يعني تخيل الاي اف اف ممكن يكون 200 كي 300 كي التي اي اف ممكن يصير 4 5 ميجا افضل يعني تي اي اف تستخدم في كل شيء تي اي اف ممتاز بس تارجه افضل تارجا افضل زين التي اي اف اعتقد تي اي اف حق صوره زين بس حق انيميشن تي جي اي افضل هذه على الشمال اخر شيء تحت فوق ايوه مو اي غيرت اسمها انا كنا سي سي حطيتها صغر اكيد حكيتها ما ادري وين حفظتها نقول له هني على ديسكتوب سي 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 شنو اي اف اف خليها بي ان جي PNG ما حفظتها اصلا انا اوكي سي 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 ديسكتوب
اجين كلوس وش ما انحفظ صدق. زين ندش لمرة ثانية. يوفي سناب شوت 2000 حطلنا على الديسكتوب. نيو بروجكت اي بريون بروجكت اي اي اس دي سيف اي ان جي 2000 ريسيت اوكي اي اس دي كاي. هذه كبيره تمام لي بلاك عشان اي لون مو شرط عشان تشوف الشبكه اي عشان تشوف الشبكه صح. فهني تقدر مثلا تقول له جيب لي ال اي صوره كانت هذه مثلا اوكي تبدأ وين ترسم وين تحط ال بس يعني هذه الفكرة هي بس تسيف بدون هذه يعني مثلا هني شيء وهني شيء ثاني مثلا حط له البيبسي يعني يعني هذه الفكرة. سيفها ASD copy حين ني أيوة. ايش شلون صارت خلى الخشب على الاطراف و بتحت اي بس صار بالعرض هو في هذه الطريقة احنا بنفرد اليو في بشكل مفتوح يعني لا بنقسمه هذا بالضبط هي هذه الفكرة يعني هاي الفكرة الرئيسية منها بس ليش طلع لي كذي شوف هني مثلا هذا يقول faces ليش طلع بالطريقة هذه؟ عكس اللي إيه دورة لا ما يصير ما يدور لأن ها بالطريقة هذه يعني قصيت سبتم تسوي له بلا صح هذا هو الطريقة هذه دورنا صار كذي صح هاي الطريقة صح يعني تقدر تلعب فيهم مثل ما تبي هذه نفس الطريقة أنا عن نفسي أكره يوفي
اسكت يا صاحبي. انا مثلك، انا ما اعرف كيف اطلع اليوفي صراحه. لا اليوفي ترى شيء ضروري ومو صعب وايد، بس ممل. هو مش صعب بس ممل جدا، يطلع لك الدودي في راسك. خاصة يا سامي إذا عندك كاركتر يا ربي. هذا صدق الكاركتر أسهل شيء، سهل وايد والله. يبي لنا يوم كذي نقعد له يعني أنا بقى. عشان أتذكر وصلت الفكرة كاملة. يا أبو نواف ذكرني كيف أنسخ يوبي مجسم ثاني. يوفي مجسم أذكر أنا إيش الأداء مغيرين مكانه، يعني شوف مثلا الحين شوف اليوفي مال هذا غير عن هذا، فهذا الحين إذا حطينا له نفس الأوبجكت مثلا هذا نشوف نشوفه شنو لامبرت 3، نحط له أساين لامبرت 3، شوف اليوفي غير فشكله غير يبين. فعشان ننسخ هذا اليوفي على هذا وهو في طريقة، فنشوف عاد بالموديلينج هني لازم هو شوف يا نوف، انا مره سويت اقال قماش بعدين نسيت ما احفظ اليوفي، بس عندي نسخه من البلن حق التشتاشن من قبل ما طبق عليها امر كلوز، فاضطريت اني انسخ اليوفي حق النسخه القديمه لانه الفريكس نفسه اي هو انا عارف ايش الاداه، بس يبي لها ضبط من مش من المش. انا متذكر ايام من المش. وريني المش لحظه كوبي ترانسفير، يمكن ترانسفير اتريبيوت كنب انا متذكر او فيني يوفي هذا يوفي اول. خلينا نقول لك كوبي من هذا لهذا، خلينا نقول له ابلاي. شوفوا نقل اليو في يعني الاصليه مالته، يعني شوف لا مختلف عن هذا لهذا. نقول كلرنا يو في سامبل مو هذه اها كاهي صارت ايوه كومبوننت. فهمت ايش سويت كومبوننت كومبوننت ويوفي. خلينا نسوي له ريسيت. احنا نقول له يوفي سيت اول، ونقول له كومبوننت، نقول له هذا خلينا نعطيه هذا ثلاثة، نقول له من هذا إلى هذا أبلاي. بس ممتازة أحسن من القبلية. القبلية موجودة باليوفي بس هذا تمام، يعني صاروا كلهم يوفي واحد. يصير نحطه على كذا واحد؟ ما يصير. حلو ممتاز، استفدنا اليوم بشغلة جديدة. اوكي في شيء جديد؟ في شيء ثاني شباب؟ شكرا يا ابو نواف، شكرا، حياك الله. يلا يلا باي. شكرا، الله معك، مع السلامة. السلام.